بزيد قوته الدور الرقابي وحمايه لصغار المساهمين اللي حكيت عنهم قبل شوي دكتور. هذا باذن الله باذن الله احنا مراعيينها من ضمن التعديلات القادمه ان شاء الله. هذا اللي تدخل اللي احنا بدنا نسويه مشان نحاول نحفظ فعلا حقوق صغار المساهمين. يا ريت لو تقدم يعني ب ان شاء الله بملاحظات حول تعديل هذا القانون لمجلس النواب يعني كمبادره وطنيه ان شاء الله ان شاء الله. الله هو القانون اصلا قانون يعني هو قانون رقم 97 والمعدل باخر تعديله هو بال 2002 نعم. الان احنا مرينا في مرحله اقتصاديه متطوره ما بين ال 2002 لغايه 2013 أصبح فيها عملية تطور الشركات وتطور العمل الاقتصادي والصناعي يحتاج إلى تطور. يعني حدثت عندنا هناك أمور استجدت أمور بدها معالجة. يعني في أمور موضوعة بالقانون لا زالت خلينا نحكي تقليدية قديمة. الآن إحنا تطورت الشركات وأصبحت بدها معالجة. بعدين بدها تسهيل للأمور يعني تقييد القوانين بشدة هو يعني يوحي يعني أو بيؤدي إلى استثمار بيؤدي إلى بطء بالاستثمار أو خلينا نقول عزوف عن الاستثمار. وإحنا بهمنا الاقتصاد بالنهاية مبني بالأردن على الاستثمار. فإذا كانت آلية التعامل بقانون سهل يحقق مصالح ويحقق حقوق للناس بتصبح عملية الاستثمار هي استتباعية لهذا الموضوع. سأل أضح للاستكمال بس للنقطة اللي أثرتها قبل شوي. يعني من المعروف أنه يعني تجاوزات أعضاء مجلس الإدارة تعتبر جريمة اقتصادية. نعم. تعتبر جريمة اقتصادية وبالتالي نعم. الجرائم الاقتصادية لا يسر عليها التقادم. يعني نعم. يجب محاسبة الشخص الذي تجاوز على القانون. أوضح شغلة دكتور حسب المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية أموال الشركات المساهمة العامة هي أموال عامة. من هنا هي اختصاص حقيقة هيئة مكافحة الفساد لأنها تعتبر أموال الشركات المساهمة العامة أموال عامة. نعم. وهذا شيء ممتاز حقيقة. يعني كمان هذا بيزيد الحماية وبيساعد بكشف إذا في يعني فساد داخل هذه الشركات بتحمي حقوق وممكن يصير استرجاع لأموال هذه الشركات. يعني من الناحية الواقعية هل يجوز الرجوع على هؤلاء الأشخاص بموجب قانون الجرائم الاقتصادية؟ نعم. قانون الجرائم الاقتصادية أدرج من ضمن الجرائم التي يرتكبها وتعتبر من الجرائم الاقتصادية جرم الاستثمار الوظيفي. هذا الجرم يجب أفرد بأنه تأكيد لما حكى عطوفة المراقب أنه اعتبر أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة هو موظف عام يخضع مثل أي موظف عام في الدولة في الشركات المساهمة العامة. وبما أنه يخضع والأموال التي تملكها الشركات المساهمة العامة هي أموال عامة يعني هي من أموال المغذاة اعتبروها من أموال الخزينة. وبالتالي الرقابة التي تعطى على أي دائرة حكومية رسمية أو شبه رسمية هي تنطبق على الشركات المساهمة العامة. فإذا اقترف أي عضو من مجالس الإدارة أو موظف جرم يعاقب عليه القانون هم بيعاقبوه ضمن الموظف العام. فأفردت المادة 175 من قانون العقوبات قالت إنه كل من وكل إليه أو بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرار بالفريق الآخر عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي ارتكبه. يعني إذا أضر مثلا خلينا نقول بمليون دينار نتيجة تصرفه فهو يغرم هذا المبلغ بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اللي هي بتتراوح ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة من الحبس. يعني فهذه الجريمة تشديد في العقوبة ناتج عن أنه حماية هي للشركات المساهمة العامة. ولكن الشيء اللي أنا لاحظته من خلال اطلاعي على أمور تتعلق في الشركات المساهمة العامة وشخصيا أنا حاضرت بعدة شركات مساهمة عامة
من الناحية القانونية، أنا اقتصاديين ومختصين في 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 الشركات، وجدت إنه لما كنت أحاضر في موضوع قانوني عن مسؤولية مجالس الإدارات، أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة لا يعلموا ما هي المسؤولية، يعني ما عندهم الثقافة القانونية للمسؤولية نتيجة تصرفهم، فهذا خطر شديد. يعني إذا ما كان عندهم معلومات، يعني كيف بده يقدم الواحد على فعل وهو لا يعلم أنه مجرم ولا غير مجرم؟ فهون التثقيف القانوني لمجالس الإدارات مهم في هذه المرحلة. وأنا بحكي أنه فيما يتعلق بمكافحة الفساد في هذه الجزئية، ما يتعلق بالشركات المساهمة العامة، أنا بأكد أنه يجب أن يكون هناك ردع أو دراسة وقائية، الغاية منها الوقاية وليس الغاية منها الإيقاع بجرائم أو كذا وكذا. نعم المحاسبة ضرورية، لكن الغاية منها هي الوقاية للمستقبل، يعني حتى يكون أعضاء مجلس الإدارة ومجالس الإدارات على وعي بتصرفاتهم، يجب أن يكونوا على دراية. يعني تصور رئيس مجلس إدارة شركة بيسألني سؤال، بقول لي إذا وقعت شيك أنا عن الشركة بتعاقب؟ يعني هذه مسألة رئيس مجلس إدارة لشركة عامة، مسألة تسمح أستاذ وضاح. فهي بدها تثقيف قانوني، وهنا يجب أن يكون هناك جهات. بصراحة إحنا نقابة المحامين، يعني في عندنا لجنة اسمها لجنة الدورات والتدريب مهتمة بهذا الموضوع. الآن رايحين نوجه كتب، بصفتي أنا نائب المقرر للجنة، نوجه كتب للشركات المساهمة العامة من باب التطوع فقط بالتثقيف القانوني، إن نحاضر بمجالس إدارات الشركات الكبرى في نفس مواقعها في المسؤولية التي تترتب على أعضاء وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومجالس الإدارات، حتى نصل لطريقة تثقيفية. نعم بس سؤالي، يعني بس أكمل إذا بتسمح لي بنفس هذا الموضوع. طبعا. حقيقة بجرم هذا الموضوع العام بالعام الماضي، وكان وقتها الدكتور حقيقة معالي الدكتور بسام التلهوني، تم إنشاء وحدة للحوكمة في داخل دائرة مراقبة الشركات لقناعة، وتم إعداد دليل، هي موجود معي دليل قواعد حوكمة الشركات الأردنية، طبعا شمل الشركات المساهمة العامة غير المدرجة والشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة الخاصة. الشركات المدرجة طبعا لأنه بحكمها دليل هيئة الأوراق المالية، لقناعة منا لأهمية الحوكمة ومفهوم الحوكمة دكتور بكل صدق وأمان لو طبق داخل هذه الشركات المساهمة العامة وحتى الشركات الأخرى، بوصلك لأنه إذا أنت بتطبق صح وبتطبق القانون والرقابة تمشي صح، أنت تصل لمفهوم النزاهة. بس مهم، يعني أنت تصل لمفهوم النزاهة، بعض أعضاء مجلس الإدارة مش مهم، ما بعنيهمش هذا الأمر، والقانون استيلاء وعممنا على الموظفين، وتم يرأس أن دكتور يحمل رسالة دكتوراه بالحوكمة عندنا بالدائرة، تم نشرها بين الموظفين، التقينا مع بعض أعضاء مجالس الشركات، وأنا حقيقة كنت بعملها من فترات ماضية وما زلت، وبنحاول نأخذ ونساعد الشركة إذا في عندنا أي شيء بنقدر نقدمه، حتى إحنا نخلص من بعض الشركات اللي عندها تعثر وبتعاني من بجزء من عدم معرفة بعض الأمور، زي ما حكى الأستاذ وضاح في مجالس إدارة الشركات في منها حقيقة يعني ما عنده المعرفة الكافية بإدارة هذه الشركات حقيقة. شفت كيف؟ السؤال اللي بطرح نفسه، أنتوا في دوركم الرقابي على الشركات، ما هي المعايير اللي بتحولوا في هذه الشركة إلى النائب العام أو إلى دائرة مكافحة الفساد؟ شو المعايير؟ يعني إحنا ما بدنا أسماء ولا بدنا أحكي لك شغلة، بس أوضح حتى يعرف المشاهد ويعرف أنه نعم هناك معايير نعم اقتصادية حقية، إذا تجاوزت الشركة تحول إلى النائب العام. سيدي يعني هلا حقيقة هذا الموضوع حقيقة كثير مهم وأوضحه، ليست كل شركة تحول للنائب العام فيها فساد. ليش؟ أنا السنة حولت حوالي 40 شركة مساهمة عامة على عدم عقدها للهيئة العامة، هذا لا يعتد بها، يعتبر شكلي إداري بس بالنهاية خالف نص القانون. نقول القانون بيقول خلال الشهور الأربعة الأولى من بداية السنة المالية، من انتهاء السنة المالية، يجب أن تعقد الهيئة العامة. دخلت بشهر خمسة معناته أنا خالفت، بحولها، هاي سبب من الأسباب اللي بحول بها محكمة، حولن لنائب العام. في منهن حولن على المواد، على بعض مواد بقانون الشركات، أنه في
أعضاء من مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة العامة مسجل بعض أراضي بتخص هذه الشركات باسمه، هذه مخالفة. صحيح. في ناس عنده مخالفة لعضوية مجلس الإدارة مش موفق وضعه، عنده عضوية مش مخالفة برضه مخالفة لقانون الشركات مبرر للتحويل. بس بين بعض الشركات تم تحويلها حقيقة. احنا طبعا ليس لا نملك ضابطة عدلية ولا عندنا مدعي عام كمراقبة الشركات. احنا في عندنا خبراء بيطلعوا بدققوا، مرات بنستعين بمدققين الحسابات عشان نقدر نضمن نصل لنصل للخلاصة اللي بدنا اياها والرأي المتعمق. في شركات حولت يعني مثلا للنائب العام او للمكافحة على مثلا استثمار الوظيفي اللي حكى عنه، في منها شيء ممكن على تزوير، في منها احتيال، في منها على اساءة استعمال الوظيفة او تحقيق سلطة. او تحقيق خسارة اللي بحكي عنه قبل شوي وحكى عنه استاذ وضاح له شق الجزائي من مسؤولية أعضاء ورئيس مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة. هاي من أحد الأسباب طبعاً. طبعاً في يعني بيكون بها أكثر من اعتبارات زي ما حكيت قبل شوية. طيب أستاذ وضح يعني من خلال يعني خبرتك، ما هي المعايير اللي أعضاء مجلس إدارة بيرتبوا مكافآتهم ورواتبهم عليها؟ هل هناك معايير معينة؟ هل هناك معايير حقيقية؟ كيف بيرتبوا رواتبهم؟ كيف بيرتبوا مكافآتهم؟ مئات الآلاف. هو المكافآت حسب قانون الشركات الحالي حدد أنه تصرف بنسبة 10% من الأرباح الصافية، حددها بنسبة 10% من الأرباح الصافية بعد خصم كافة الضرائب. لكن تصرف حسب الآلية اللي اعتمدتها الشركة سواء مجلس الإدارة أو النظام الداخلي، بأنه في كل جلسة عليها صرف مبلغ معين للحضور، وفي عقاب للي ما بيحضر من مجالس الإدارة. يعني إذا رئيس أو عضو من مجلس الإدارة لم يحضر 4 جلسات فيعزل من مجلس الإدارة إلا إذا كان بعذر. لكن بالنسبة لل لكن واقعيا والله ما شفنا واحد واقعيا عزل يعني ما شفنا واقعيا نشوف عنا حقيقة بيوثق عنا بالدائرة صار بعض الحالات هن أربع جلسات بعذر بدون عذر بفقد العضوية أو 6 شهور متواصلة بدون عذر برضو بفقد حتى لو بعذر بفقد أعضاء مجالس عدد الجلسات عدد الجلسات سبب وحصلت عنا حقيقة حددها القانون عدد الجلسات بأنه بحد سقف بالسنة 5000 دينار تصرف المبالغ. لكن اللي منلاحظه على النطاق العملي أنه عملية تحديد بدل السفريات وبدل المياومة هذه بأنظمة خاصة للسفر والانتقال بحددوها داخليا. الحقيقة يجب أن يكون عليها رقابة، بمعنى يعني والله عضو من أعضاء مجلس الإدارة يعني بيطلع له على كل جلسة خلينا نحكي 100 دينار، لكن بدل سفريات وبدل مياومات وبدل مكافآت 60,000 بالشهر، هذا ظلم. يعني يجب أن يكون هناك آلية بالرقابة، لكن هذه أنا بعزيها لجهتين، رقابة ضعف الرقابة من المساهمين أصلا. يعني المساهمين ما بيلاحقوا أمورهم في الشركة. نعم. بكون أنا إلي 20 سهم أو 200 سهم بهالشركة، ما بستنى غير نهاية هالسنة شو بدهم يصرفوا لي عليه. نعم. ما باجي بطلع على أمورها المالية، رغم إنه القانون في قانون بوضع آلية إنك بحق لك تطلع على الأمور كاملة أنت كمساهم حتى تصورها، تصور كل الأوراق. فأنت الآلية اللي قاعدين بضعوها مجالس الإدارة، إذا كان هناك في رقابة عليهم من قبل جهات معينة بعملية الصرف ألا تؤثر على يعني مصلحة الشركة وألا يكون فيها مغالاة كثير، فهذه مسألة بصراحة يجب أن تتابعها مراقبة الشركات من جهة. هذا إن شاء الله بالخلال القادم. حالياً أنت ما في عندك أي نص يسأل هذا الموضوع. نعم. وفي جهات رقابية كمان أن تتابعها، يعني جهات الرقابية اللي حددتها، الجهات اللي ممكن انها مثل مهيئة مكافحة الفساد، مثل جهات اللي هو ديوان المحاسبة، وزارة العمل، ديوان المحاسبة، الأنظمة وزارة العمل، هاي الأنظمة في منها يجب تقرارها من وزارة العمل، الأنظمة المالية والإدارية لهذه الشركة، هي بتراقب هذه العملية كاملة من عملية الصرف والقبض. بس سؤال، يعني لما بتسمع انت شركة مدير عام شركة بأخذ راتب 20,000 دينار بالشهر، نعم 20,000 دينار، نعم، غير المكافآت، غير السفرات، غير شمات الهواء، يعني هل أنتم كمراقبة شركات لما تشوفوا راتب عالي زي هيك من خلال الأوراق والمستندات تقدم لكم؟ والله كل سنة لكم أي دور؟ حكيت دكتور ببداية الحديث، يعني مرات كنا احنا نحلل كثير، بقولتك وبصدق بنحلل البيانات بكل أمانة، بدق تفاصيلها،
عندما يقرب من 40 مالي داخل دائرة مراقبة الشركات متخصص بهذه الأمور.